خوتي، للأسف خروج المنتخب المغربي وخسارته أمام المنتخب الفرنسي والحلم لم يكتمل. المهم خوتي، اليوم جينا نعطو 5 أسباب لخسارة المنتخب المغربي. حسب رأيي غادي نحلو المباراة ونمدو هادو 5 أسباب كانوا هما السبب من خسارة المنتخب المغربي وخروجه من المونديال. بقوا معنا خوتي. السبب الأول اللي أنا نلاحظه ونشوفه هو اختيارات تشكيله والتكتيك اللي لعب به المدرب. غادي تقولوا لي كيفاش؟ هنا شفنا المدرب المنتخب المغربي الركراكي دخل بتشكيله 3 مدافعين وزوج على الاظهره، واحد ظاهر يمين وواحد ظاهر يسار، وكانت تعليماتهم هما يدافعوا. تم لعب تقريبا 5 مدافعين وليس 4 كما العاده. علاش شفنا المدرب وليد الركراكي دار هذا الشيء؟ باسكو توقع بهجوم وشراسة المنتخب الفرنسي، ولكن كي بدات المباراة صرا العكس. المنتخب الفرنسي ما هاجمش، بالعكس عطى الكرة للمنتخب المغربي. وهنا شفنا بلي المدرب ما غيرش، احتاجت إصابة تاع محمد السايس، وكان هذا تبديل اضطراري وليس اختياري. وانا على حسب ما نشوف هذه التشكيلة اللي دخل بها علاه ما كانتش مناسبة. انت نورمال ما تشوف بلي المنتخب الفرنسي راه منقوص من وسط الميدان، باسكو شفنا الرابيو اليوم ما لعبش، والرابيو هو من اهم الاسماء واللي قدموا مستويات جيده في وسط فرنسا في هذه كاس العالم. صراحه الرابيو قدم اداء جيد ورائع، هو من اهم اللاعبين في وسط الميدان، خير حتى من تشاوميني. تشاوميني انا مشجع ريال مدريد وراني نقول لكم هذه الحقيقه. تما هنا كي تشوف اهم لاعب في وسط ميدان منتخب فرنسا تشوفه ما غاديش يلعب في هذه بارتي رامبليسي ولا سيسبوندي، متهمش الاسباب. هنا تاش غادي دير؟ غادي دير الكثافه في وسط الميدان، تسيي تتغلب على وسط الميدان تاع المنتخب الفرنسي. المهم هذا هو السبب الاول انا نشوفه، هي اختيار الاسماء والتشكيله اللي لعب بها كان سبب من اسباب فشل اليوم المنتخب المغربي. وما تما زعما فشل كبير، هو صراحه ديجا انجاز كبير وعظيم، ولكن كنا احنا باغيين اكثر ومكثر، كنا باغيين حتى النهائي وندو كاع كاس العالم. السبب الثاني خوتي واللي كان سبب من اسباب خساره المنتخب المغربي هو ان المدرب طاح في فخ اللي داره له ديشون مدرب المنتخب الفرنسي. انا شفنا ديشون باللي قرا المنتخب المغربي وطريقه لعبه وكيفاش يلعب مع الخصوم، قبل مع البرتغال وقبلها مع اسبانيا وفي دوري المجموعات شفنا بان قوته هي الدفاع والهجمات المرتده. هذه هي التشكيلة وهذا هو التكتيك اللي يلعب به المنتخب المغربي. ديشون شادر جا اليوم وبغى يقلب الموازين، بغى هو يعطي الكرة المنتخب المغربي وهو يلعب لي كونتر اتاك. ما عنده ديمبيلي على الجهة اليمين ومبابي على الجهة اليسار يجروا بزاف، وبغى يستغل هذه الميزة تاعهم في الهجمات المرتدة. على بها شفنا المنتخب الفرنسي عاطي الكرة ويقبل اللعب من المنتخب المغربي، خلاه يلعب براحته يدور الكرة وما يتضغطاش بزاف حتى يقدم عنده لو ثلث الاخير عادك باش يفتك منها الكره ويدير هجمه مرتده ويستغل سرعه لعيبه. وهنا شفنا للاسف وليد الركراكي طاح في هذا الفخ وراح معاه وشد الكره. انا في رايي كون خلى المدرب كون مام هو وما بغاش يشد الكره، عطى الكره للمنتخب الفرنسي وخلاهم هما يهاجموه وهو قاعد يقبل اللعب. بصح هذا الشيء شفناه ما دارش، حسب هذا ضعف من المنتخب الفرنسي وحسب بانه راه متفوق عليهم، لكن هذا الشيء العكس وشفنا بان هذه الطريقه كانت فعاله للمنتخب الفرنسي وقدر يدير هجمات مرتده ويسجل منها. نروحوا للسبب الثالث من اسباب خساره المنتخب المغربي اليوم، هو انه ارهاق اللاعبين. بصراحه شفنا تشكيله وحده هي اللي تلعب، وهذه التشكيله غادي كي تقعد تلعب من دور المجموعات حتى الاخير تلعب 5 مباريات ولا 4 مباريات متتاليه، هي نوم 5 مباريات، هذه معلومه مؤكده، 5 مباريات متتاليه بيان سير غادي اللاعبين غادي يعيولك. وهذا المونديال جا في وقت صعب جدا لانه وسط الموسم، ديجا اللاعبين راهم لاعبين موسم، وايضا دوله قطر فيها الحراره وكاع. تما هنا اللاعبين غادي يكونوا عندهم اصابات عضليه متكرره وغادي يعيو وما يقدوش يلعبوا لك، وخصوصا ان المنتخب المغربي راه لاعب مباراه ورايح فيها الاشواط الاضافيه، وهذا الشيء ياثر على بدنيه اللاعبين ويخليهم يتصابوا. شفنا جميع المنتخبات الاخرى اللي وصلت كان دائما عندها
منتخبين أو تشكيلتين يلعبوا بهم، كما شفنا المنتخب الفرنسي ريح جميع لاعبيه أمام المنتخب التونسي وتلقى خسارته الأولى في هذه البطولة. بصح هذه الخسارة ما كانتش مهمة، لأنه هو أهم حاجة عنده يريح لاعبين وما يتصابوا لاش ويقدروا يكملوا معه حتى النهائي. هذه صراحة كانت هي الضربة الموجعة للمنتخب المغربي، وهذه سبب من الأسباب في تراجع مستواه والخسارة اليوم. السبب الرابع من أسباب خسارة المنتخب المغربي اليوم هو عدم إنهاء الفرص، وشفنا تضييع الكثير من الفرص صراحة اليوم. اللاعبين جاتهم فرص أمام المرمى وما كانوش حاسمين. على سبيل المثال شفنا أنه زوج فرص رطاهم حمد الله داخل منطقة الجزاء المنتخب الفرنسي، وكان قريب جدا من التسجيل، لكن ما كانش عنده النزاعة التهديفية والحسم أمام المرمى. وشفنا كثير من اللاعبين ضيعوا فرص، وشفنا المنتخب المغربي تاني الحظ ما كانش معاه، لأنه ضرب القائم وما قدرش يسجل. وشفنا كثير من الأشياء، وصراحة خصنا نلوموا اللاعبين لأنهم اللاعبين هما اللي منهوش هذوك الفرص. كما يقول لك الحياة تعطيك فرص، خاصك انت هذو الفرص تستغلهم، وهذه المباراة عطات فرص للمنتخب المغربي، ولكن كما قلت لكم كان جانب قليل من الحظ، ولكن الجانب عدم إنهاء الفرص هو اللي كان الجانب المتغلب أكثر. والسبب الخامس من أسباب خسارة المنتخب المغربي اليوم أنه هو قوة المنتخب الفرنسي والخبرة تاعها. الخبرة تلعب دور خوتي، الخبرة تلعب دور، هذه ديروها في راسكم. المنتخب الفرنسي 12 لاعب نصف نهائيات و 12 لاعب نهائيات، وعندها بطولات، راه عندها الخبرة، وتقريبا نفسه الجيل اللي ربح كأس العالم اللي فاتت في 2018 عندهم خبرة في الأدوار الإقصائية، وقدرة هذه الخبرة تلعب دور وتلعب حافز في تأهلهم للنهائي للمرة الثانية على التوالي، وقدر يكون لقبهم الثاني على التوالي. المهم خوتي توما هذه الخبرة تحسبوها ما تأثرش بزاف، لكن عندها عامل كبير جدا، وهذا سبب من الأسباب القوية لخسارة المنتخب المغربي اليوم. المهم خوتي من الأسف المنتخب المغربي خسر اليوم. احنا كجماهير عربية ما بغيناش هذه الخسارة، كنا نشجعوا في المنتخب المغربي حتى الأخير، وبغينا يتأهل النهائي ويحقق تاريخ. هو ديجا اوريدي كيما نقولوا راه محقق تاريخ، سيبو ما خصهاش يزيد يحقق تاريخ، ولكن حنا توجد نبغوا الاحسن والاحسن، خصوصا امام المنتخب الفرنسي، لانه المنتخب الفرنسي دائما يكون خصم صعب للمنتخبات العربيه وند صعب جدا. لهذا بغينا المنتخب المغربي مره قوي يفرجنا فيه ويتغلب عليه، لكن صار العكس للاسف. المهم مغاربه كانوا رجال وحقوا المستحيل وجابوا نتائج اكثر من المتوقع، وان شاء الله نتمنى لهم الخير في قادم البطولات وقادم الانجازات باذن الله. المهم خوتي هذا هو تحليلي على المباراة، نتمنى هذا التحليل يكون عجبكم. لعجبكم خوتي ديروا ابوني، ديروا جام كومونتير شباب، وبيس ليكم، تهلاو في راكم، تشوفوا في الفيديو الجاي، وداعا خوتي. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything.